إذن مرة أخرى أعود إلى ضيفي ملقا مشلي، عضو مجلس رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو. سيد سيهانوك، شكرا على الانتظار بداية. وربما كنت تتحدث أن تركيا على الجانب الخطأ، لكن تركيا تقول أن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لأمنها القومي، وهناك التزامات وهناك اتفاقات تنص على هذه المنطقة الآمنة على مدى أو على حدود 30 كيلومتر، وهو ما تقوم به الآن. يعني هل مسألة الأمن القومي التركي أنها تصب بتعطيش أكثر من مليون سوري لمدة أكثر من 3 سنوات من عمر احتلال تركيا لرأس العين وتل أبيض من خلال محطة علوف؟ هل تجد تركيا بأن مسألة أمنها القومي بات باستهداف سجن تشاركين الذي هو في غرب القامشلي ويضم عشرات المسجلين الخطر من قادة داعش؟ هي تركيا تتحدث عن 40 عمق 40 كيلومتر. هل بات استهداف مخيم الهول ومحاولة إنعاش داعش وألا ينتهي داعش، هل هذا يحفظ أمن تركيا القومي؟ هل الأمهات، كنا نتحدث أو نستمع إلى مؤتمر مهم للرئيس بوتين عن أمهات الشهداء أمهات المقاتلين، هل أم الشهيد الصحفي عصام عبد الله الذي تم استهدافه من قبل الآلة التركية عشرات الأمثلة، هل أمن تركيا بات مقتصرا على استهداف مشفى كورونا في كوباني ومشفى كورونا في القامشلي وعشرات الأمثلة التي هي تنتمي إلى البنية التحتية كمحطات توليد الكهرباء من ديريك إلى جميع المناطق؟ حقيقة عزيزتي مسألة تركيا باتت واضحة، هي اليوم تصر ألا يكون للكرد للعرب للسريان أي إرادة أو أي تمثيل في مستقبل سوريا، هي تصر يوما بعد يوم وتستثمر في الخلافات البينية بين مختلف القوى أو اللاعبين الأساسيين من أجل تنفيذ وتمرير مشروعها العثمانية الجديدة. أيا كانت الدوافع أو المبررات أو هذه العملية، ما هي خيارات بالنسبة لسوريا الديمقراطية الآن؟ يعني تابعنا أنه رغم التحفظات الروسية وكذلك الأمريكية والانتقادات والرفض الأمريكي اللي كان أوضح، تركيا ماضية في هذه العملية، وكان هناك نوع من الانتقادات أو حتى المناشدة بالنسبة للقسد للجانب الأمريكي على أساس أن الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي لمنع الرئيس التركي من تنفيذ تهديداته. هل تشعرون أنه تم التخلي عنكم؟ وماذا أنتم فاعلون؟ لا بالعكس تماما، نجد بأن يعني هناك تعديل للمواقف، بتنا أمام مواقف أكثر تماسكا. صحيح أن المواقف لا ترتقي إلى المطلوب خاصة من قبل روسيا ومن قبل واشنطن ومن قبل حتى مجموعة الدول العربية الجامعة العربية، ولكن اليوم نحن أمام موقف متطور تمنع من المضي لتركيا من غير. تركيا تتصرف من رأسها، لا تعترف بالقوانين الدولية، لا تعترف بالمواثيق الدولية، تنتهك السيادة الوطنية السورية، ترتكب جرائم ترتقي إلى أن تكون جرائم حرب حقيقة. ولكن من الخطأ تماما أن يكون الخيارات أو تكون الأجوبة ملقاة فقط على عاتق قوات سوريا الديمقراطية. هذه مسألة حقيقة يعني هي مسألة جدا خطيرة وسوف يكون لها أكلاف باهظة جدا إذا ما ترك أو إذا ما تركت الأسئلة. نحن ماضيون في مقاومتنا، نحن جزء مهم من المجتمع السوري، لدينا مشروع نزعم ونجد بأنه مشروع لحل الأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254، ونطالب أن يكون لنا تمثيل عادل ووازن في العملية السياسية السورية. تركيا لا تروق لها هذه الأمثلة وتحاول أن تمثل دور الوصي على سوريا على العراق على عموم المنطقة. شكرا وضحت الصورة، وللأسف انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك ملقا مشلي، عضو مجلس رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو. شكرا.